السلام عليكم ورحمة الله، معكم معلمة سلسبيل رمضان من أكاديمية مدارس ورودة رؤى الفاروق. اليوم إن شاء الله يا رابع درسنا هو وحدات قياس السعة. بدنا نعرف أول إشي يا رابع ليش بستخدم وحدات السعة. وحدات السعة بنستخدمها في حياتنا اليومية لحتى نعرف كمية السعة اللي ممكن لوعاء الاحتفاظ بها. الأشياء اللي موجودة عندنا بحياتنا زي مثلا باكيتات الحليب اللي بتشتريها من السوبر ماركت بيكون محطوط عليها كم ملي لتر أو كم لتر في هذا الباكيت، فأنا بستخدم وحدات قياس السعة لحتى أعرف هذا الباكيت كم بيستوعب كمية من الحليب. زي كمان أناني الزيت نفس الإشي، سائل داخل علب معينة أو داخل أوعية معينة، فأنا بدي أعرف هذا الوعاء كم فيه من السائل، بستخدم وحدات السعة لحتى أعبر عن كمية السائل اللي موجودة في هذا الوعاء. الآن شو الأدوات اللي بستخدمها لحساب السعة؟ لو عندي أنا مثلا هذا الدورق المدرج بسميه وعاء قياس، هذا الدورق بيكون مدرج بأرقام بتمثل كم السعة لعند هذا الحد. يعني لو مثلا أنا جبت حليب وعبيت في هذا الدورق لعند مثلا هاي الشحطة بعرف إنهم 300 ملي، إذا زدته أكتر رح أوصل مثلا لهون رح أعرف إنه هدول 700 ملي، إذا نقصت منه ونزلنا مثلا لهون رح أعرف إنه 500 ملي. إذا أنا بستخدم هذا الدورق المدرج لحتى أعرف كم السعة لعند هذا الحد. الآن الوحدات المستخدمة في قياس السعة اللي هي درسنا اليوم، شو الوحدات اللي بنستخدمها لقياس السعة؟ عندي وحدتين يا رابع، الأولى اللي هي اللتر. اللتر بستخدمه لقياس كميات كبيرة من السوائل، يعني اللتر هو الوحدة الكبرى، يستخدم اللتر لحتى نحسب كميات كبيرة من السوائل. وعندي الوحدة الثانية اللي هي الملي لتر، ملي لتر اللي هي تستخدم لقياس كميات قليلة من السوائل. إذا أنا عندي وحدتين لقياس السعة هي اللتر والملي لتر، اللتر للكميات الكبيرة والملي لتر للكميات القليلة. هلا بدنا نتعلم كيف نحول بين وحدات السعة. لو عندي أنا اللتر وعندي ملي لتر، مين حكينا الوحدة الكبرى؟ الوحدة الكبرى اللي هي اللتر، والوحدة الصغرى هي الملي لتر. طيب بدي أحول من الكبرى إلى الصغرى، من لتر لملي لتر. اللتر الواحد هو عبارة عن 1000 ملي لتر، إذا لما بدي أحول من الوحدة الكبرى اللي هي اللتر للملي لتر، بدي ما إنه من الكبرى للصغرى، إذا بدي أضرب، أضرب بكم؟ راح أضرب بألف، لأن اللتر هو عبارة عن 1000 ملي لتر. طيب هلا لو العكس، من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى، من الصغرى إلى الكبرى بنعرف إنها بنقسم، نقسم على كم؟ نقسم أيضا على 1000، إذا من ملي لتر للتر راح نقسم على 1000. خلينا ناخذ مثال، مثلا لو أنا عندي 25 لتر وطلب مني إني أحولها لملي لتر، إذا من 25 لتر بدي أطلعها بالملي لتر، شو بدي أعمل؟ لازم أضرب ال 25 هاي بكم؟ نضربها ب 1000. إذا بدي أحول من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى بدي أضرب ب 1000، إذا ال 25 لتر راح أضربها ضرب 1000. 1000 ضرب 25، أنا بعرف لما أضرب بعدد من مضاعفات العشرة بحط الأصفار زي ما هم والعدد بتركه زي ما هو، إذا في عندي 3 أصفار، إذا الإجابة بدها تكون 25 وأمامها كم صفر؟ وأمامها 3 أصفار، إذا 25 وأمامها 3 أصفار شو؟ هاي ملي لتر، إذا لما أحول من لتر إلى ملي لتر راح أضرب ب 1000 من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى. طيب لو كان عندي العكس، لو العكس عندي مثلا 2000 ملي لتر، أنا عندي 2000 ملي لتر، إذا من ملي لتر بدي أحوله للتر، بدي أعرف 2000 ملي لتر هاي عبارة عن كم لتر، شو بدي أعمل؟ بدي
أقسم بهاي الحالة من الصغرى إلى الكبرى، بدي أقسم، بدي أقسم على كم؟ بدي أقسم على 1000. إذا رح نقسم على 1000، هاي 2000 رح تقسم على 1000، الصفر الأول، الثاني، الثالث. هلا نبلش نشطب أصفار مع بعض، هاد رح يروح مع هاد، وهاد مع هاد، وهاد مع هاد، بضل 2 على 1، 2 تقسيم 1 ويساوي 2. إذا 2000 ملي لتر هي تساوي 2 لتر. هلا نحل تمرين 1 لـ4 من كتاب الطالب صفحة 91. التمرين بيحكي لي أحول كلا مما يأتي إلى الوحدة المبينة. عندي بالأول هون 13000 ملي لتر، بدي أحولها للتر من الوحدة الصغرى إلى الكبرى، يعني معناته بدي أقسم، بدي أقسم على كم؟ بدي أقسم على 1000. إذا 13000 هاي رح نقسمها على 1000 لحتى أوجد هي كم لتر. نقسم على 1000، الثلاث أصفار رح تروح مع بعضها، بضل عندي فوق 13 وتحت 1، 13 تقسيم 1 وتساوي 13. إذا 13 لتر اللي هي عبارة عن 13000 ملي لتر. إذا الإجابة هون رح تكون 13. اللي بعدها 506 لتر، بدي أحولها لملي لتر، لأن أنا بدي أحول من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى، من الكبرى إلى الصغرى يعني بدي أضرب. إذا رح نضرب 506 ضرب 1000، 506 ضرب 1000، شو كيف بضرب؟ بحط 3 أصفار وال 506 زي ما هي. إذا بدها تكون 506000 ملي لتر. إذا 506 لتر هي عبارة عن 506000 ملي لتر. السؤال اللي بعده، أكتب الوحدة المناسبة لتر أو ملي لتر في الفراغ في كل مما يأتي. أول إشي عنا، يشرب حصان يوميا كم أو 18 كم من الماء؟ طيب الحصان بده يشرب، الإنسان مثلا الطبيعي بيشرب تقريبا 2 إلى 3 لتر في اليوم، معناته الحصان بما أنه حجمه أكبر إذن أكيد رح يشرب أكثر، معناته 18 إيش رح يشرب؟ 18 لتر، لأنه إحنا بنحكي عن كمية كبيرة. إذا يشرب الحصان يوميا 18 لتر من الماء. اللي بعدها، سعد قطرة للعين 20 شو؟ قطرة العين إشي صغير جدا، معناته بيستخدم لها 20 ملي لتر. إذا ملي لتر لأنها كمية قليلة جدا. تمرين 5 لـ6 من كتاب الطالب صفحة 91. تمرين 5 بيحكي لنا سعد خزان وقود في سيارة صغيرة 32 لتر، كم سعة الخزان بالملي لترات؟ بدي أحول من شو لشو؟ من لتر لملي لتر، يعني من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى. من الكبرى إلى الصغرى معناته بدي أضرب، رح أضرب 32 ضرب كم؟ رح أضربها ضرب 1000. 32 ضرب 1000 3 أصفار، و32 زي ما هي، إذا 32000 شو؟ ملي لتر. هاي سعة خزان الوقود بالملي لترات. سؤال 6، سعة قدر من الطعام أو قدر طعام 6000 ملي لتر، كم سعته باللترات؟ هلا عندي ملي لتر للوحدة الصغرى، بدي أحولها للتر اللي هي الوحدة الكبرى، من الصغرى إلى الكبرى بدي أقسم، بدي أقسم على كم؟ على 1000. إذا رح نقسم 6000 تقسيم كم؟ تقسيم 1000، 3 أصفار رح تروح مع بعضها، بضل عندي 6، إذا تساوي 6 شو؟ 6 لتر. إذا سعة قدر الطعام هذا هو 6 لتر. تمرين 7 لـ8 من كتاب الطالب صفحة 91. تمرين 7 بيحكي لنا حاجة ماعز من الماء هي 8000 ملي لتر يوميا، بينما حاجة خروف 9 لتر، أيهما حاجته أكبر؟ وأبرر إجابتي. طيب أول إشي لازم أوحد شو الوحدات المستخدمة، يعني ما بصير أقارن بين ملي لتر ولتر، لازم أقارن يا إما بين لتر ولتر أو بين ملي لتر وملي لتر.
إذا لازم أحول يا إما الملي لتر للتر، يا إما أحول اللتر لمين؟ للملي لتر. خلينا نحول الملي لتر لشو؟ نحولها للتر، يعني بدي أحول من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى. الصغرى إلى الكبرى معناته بدي أقسم، نقسم على كم؟ نقسم على 1000. في 3 أصفار رح يروحوا مع 3 أصفار، بضل عندي يساوي 8. 8 شو؟ 8 لتر. إذا حاجة الماعز هي 8 لتر، وحاجة الخروف هي 9 لتر. مين الأكبر؟ 9 لتر أكيد أكبر من 8 لتر، معناته حاجة الخروف للماء أكبر. سؤال 8، خزان ماء سعته 500 لتر، هل يكفي 30 شخص يحتاج الواحد منهم 20,000 ملي لتر؟ طيب شو بدي أعمل؟ هو بحكي لنا إنه خزان الماء هاد سعته كم؟ 500 لتر. هل بكفي 30 شخص الواحد فيهم بيحتاج 20 ملي لتر؟ برضو بدي أقارن بين إيش؟ بين لتر وملي لتر. شو بدي أعمل؟ لازم أحولهم لنفس الوحدة. قبل ما أحول لنفس الوحدة بدي أعرف الـ30 شخص مع بعض كم بيحتاجوا. أنا عندي 30 شخص، الواحد منهم فقط بيحتاج 20,000 ملي لتر، معناته لازم أحول أطلع بالأول الـ30 شخص كم بيحتاجوا وبعدين أقارن. كيف بدي أطلع؟ 30 شخص الواحد فيهم 20,000 ملي لتر، إذا بدي أضرب 30 ضرب 20,000 لحتى أوجد 30 شخص كم بيحتاج. 30 ضرب 20,000. عندي هون 4 أصفار وهون 0، إذا 5 أصفار و2 ب3 يساوي 6. إذا هاي يساوي 600,000 ملي لتر. هاي شو؟ هي حاجة 30 شخص من الماء، اللي هو مقدار ما يحتاجه 30 شخص من الماء. خلصنا هيك السؤال؟ لسه بدي أعرف هل الخزان اللي موجود اللي سعته 500 لتر هل يكفي هدول الأشخاص ولا لا؟ شو بدي أعمل؟ يا إما بدي أحول اللتر هذا لملي لتر وأقارن بينهم، يا إما العكس بحول الملي لتر هاي للتر وبوجد كم تطلع. فأنا بدي أحول 600,000 ملي لتر للتر من الصغرى إلى الكبرى، معناته بدي أقسم، رح نقسم 600,000 على 1000، رح تروح 3 أصفار مع 3 أصفار بضل صفرين وتساوي 600. 600 شو؟ 600 لتر. هلأ بقارن بين 600 وال500، مين الأكبر؟ أكيد 600. طيب هو اللي موجود سعته 500 والأشخاص هدول بيحتاجوا 600، فهل بكفيهم هذا الخزان؟ لا، معناته إما إنه 500 أقل من 600 لتر، إذا هذا الخزان ما بيكفي 30 شخص. تمرين 9 من كتاب الطالب صفحة 91. تمرين بحكي لنا لدى جنى 3500 ملي لتر من الحليب، إذا ملأت وعاء سعته 700 ملي ووعاءين آخرين سعت كل منهما 400 ملي، فكم لترا من الحليب سيبقى لديها؟ طيب هي عندها أصلا 3500 ملي من الحليب، هذا اللي موجود عند جنى. ملأت وعاء الأول، الوعاء الأول اللي ملأته كان سعته 700 ملي، يعني أخذت من 3500 هاي أخذت منهم 700 ملي حطتهم بالوعاء الأول، بعدين كمان وعاءين حطت فيهم كل واحد فيهم حطت كم؟ 400 ملي، إذا في كل منهما 400 ملي، يعني في الوعاء الأول 400 والوعاء الثاني 400. أول إشي بدي أعمله بدي أطلع سعة الوعاءين هدول مع بعض اللي هم اللي كل واحد فيهم نحط فيه 400 ملي. شو بدي أعمل؟ إذا الواحد 400 وأنا عندي 2، إذا 400 زائد 400 كم يساوي؟ 800 ملي. هاي سعة الوعاءين. طب أنا عندي وعاء ثالث هيو اللي هو أول واحد حطت فيه اللي هو 700 ملي، بدي أحسب كم استهلكت هي من الحليب وبعدين أطرحهم من كمية الحليب اللي أصلاً ضلت، اللي أصلاً هي عندها، لحتى أعرف كم ضل عندها. يعني أنا حكيت إنه الوعاءين ملأتهم ب 800، ضل في وعاء لسه ما حسبته، رح أضيف 700 هاي لل 800 وأعرف كم استهلكت من كمية الحليب. إذا رح أحكي 800 زائد 700،
أو 700 زائد 800 هي نفسها. الآن 0 زائد 0 من الآحاد بنبدأ نجمع 0، 0 زائد 0 0، و7 زائد 8 15. إذا الحليب اللي استهلكته جنى هو 1500 ملي لتر. خلصنا هيك السؤال؟ لسه هو حكي لي في السؤال كم لترا من الحليب سيبقى لديها. سيبقى لديها يعني هي أصلا كان عندها 3500، بدي أعرف بعد ما استهلكت 1500 هاي كم ضل عندها من الحليب. شو بدي أعمل؟ بدي أطرح الكمية المستهلكة من الكمية اللي أصلا كانت موجودة، يعني رح أطرح 3500 ناقص كم؟ 1500. من اليمين بنبدأ نطرح 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 5 0، و3 ناقص 1 يساوي 2. إذا اللي ضل عندها من كمية الحليب هو 2000 ملي لتر. بالسؤال طالب مني شو؟ كم لترا بده إياها باللتر؟ أنا طلعت معي بالآخر بالملي لتر، إذا لازم أحول ال 2000 ملي لتر إلى لتر. كيف بدي أحولها؟ من الوحدة الصغيرة للوحدة الكبيرة، معناته بدي أقسم. إذا عشان أحول بدي أقسم 2000 ملي لتر على 1000، ثلاث أصفار بتروح مع بعض، بضل عندي الاثنين، 2 شو؟ 2 لتر. إذا كم لتر تبقى لديها من الحليب؟ هو لترين من الحليب. تمرين 7 من كتاب التمارين صفحة 28. بحكي لنا تحتوي عبوة على 6 لتر من الزيت كم قارورة زجاجية سعتها 1250 ملي لتر نحتاج لتفريغ عبوة الزيت فيها. نركز في هذا السؤال. أنا عندي عبوة فيها 6 لتر، وفي عندي حكي لنا إنه قارورة زجاجية كم سعتها 1250 ملي لتر. بده يفرغ كمية الزيت هاي اللي موجودة بقوارير سعة الوحدة منها 1250 ملي لتر. أول إشي لازم أعمله إني أحول الستة لتر هاي لملي لتر، لحتى لما أجي أفرغ عبوة الزيت اللي فيها 6 لتر في قارورات ملي لتر أكون عارفة كم بدي أحط في كل واحدة. يعني أول خطوة بدي أعملها إني أحول اللتر إلى ملي لتر. الستة لتر بدي أضربها بألف، لأنه من الوحدة الكبرى للصغرى، بدي أضربها بألف وتساوي 6000 ملي لتر. هلأ حولناها لملي لتر. بعدها شو بدي أعمل؟ بدي أبلش أمسك القارورة الأولى اللي سعتها 1250 ملي لتر وأحط فيها 6 لتر من الزيت، وهكذا أضلني أعملهم لحتى أوصل صفر من كمية الزيت اللي معي. أول قارورة راح نحط فيها كم؟ أول قارورة بدي أحط فيها 1250 ملي لتر. أنا بدي أقسم 6000 ملي لتر على 1250 ملي لتر. إحنا ما أخذنا إنه نقسم على عدد بأكثر من منزلة، لحتى هيك أنا بعرف إنه القسمة هي عبارة عن طرح متكرر. يعني بدي أطرح من 6000 1250 ملي لتر، وأضلني في كل مرة أطرح منها 1250 ملي لتر لحتى أوصل إنه ما يكونش ضايل معاي ولا أي كمية من الزيت. يعني رح نطرح 6000 ناقص 1250 ملي لتر. رح نبدأ نرتبهم تحت بعض، هاي 1 2 5 0، وببدأ أطرح. الآن بدي أطرح 0 ناقص 0 ويساوي 0. طيب 0 ناقص 5 لا يجوز، بدنا نستلف من اللي جنبها 0 هاي عندنا 0، إذا لا يجوز. 6 رح ناخذ منها 1 رح تصير 5، الصفر هاي رح تصير 10، نشطبها بتصير 9، والصفر هاي رح تصير كم؟ رح تصير 10. معناته 10 ناقص 5 كم يساوي؟ يساوي 5. الآن 9 ناقص 2 كم يساوي؟ 7، و 5 ناقص 1 يساوي 4. إذن بأول عبوة عبيتها، بعد ما عبيت 1250 ملي لتر ضل عندي 4750 ملي لتر. أنا رح أضلني أطرح لحتى أوصل إنه هذا العدد بعد ما أنا أطرح يوصل لعندي لصفر.
إذا القارورة الأولى حطينا فيها 1250، بدي أرجع أحط قارورة ثانية وأحط فيها برضه 1250. برجع بطرح ال 1250 من العدد اللي تبقى عندي أول مرة، إذا رح نحط هون 1250 ونطرحها. 0 ناقص 0 ويساوي 0، 5 ناقص 2 ويساوي 5 ناقص 5 عفوا وتساوي 0، 7 ناقص 2 وتساوي 5، و4 ناقص 1 وتساوي 3. إذا تبقى عندي 3500 بعد ما عبيت القارورة الثانية. نيجي نعبي القارورة الثالثة، بدي أعبي القارورة الثالثة لأنه لسه ما صارتش عندي صفر. رح أطرح من 3500 رح نطرح منها 1250 وبنطرح. 0 ناقص 0 ويساوي 0، 0 ناقص 5 لا يجوز، رح أستلف من هاي رح تصير 4، والصفر رح تصير 10، 10 ناقص 5 5، و4 ناقص 2 2، و3 ناقص 1 هي 2. معناته بعد ملء القارورة الثالثة رح يضل عندي 2250 ملي لتر. طيب نكمل هلأ، بدي أعبي القارورة الرابعة لأنه لسه ما تصفرت عندي، رح أعبي القارورة الرابعة، يعني بدي أرجع أطرح كم؟ بدي أرجع أطرح 1250 من آخر عدد تبقى، نمسح هدول وبعدين نرجع نطرح العدد آخر إشي اللي كان معاي، اللي هي السعة اللي كانت معاي آخر إشي، اللي ضل عندي 2250، رح أطرحها أطرح منها 1250، خلينا نكتبها فوق اللي هي 2250، بدي أخذ منها 1250. الآن نطرح 0 ناقص 0 ويساوي 0، 5 ناقص 5 0، و2 ناقص 2 0، 2 ناقص 1 1. إذا تبقى عندي بالآخر 1000 ملي لتر. إذا عبينا أربع قوارير ب 1250 ملي لتر. هلأ المفروض أني أرجع أطرح 1250، لكن 1250 هي أكبر من 1000 ملي لتر، معناته أنا آخر قارورة رح أعبي فيها كم؟ رح أعبي فيها 1000 ملي لتر، لأنه مش كافي أني أرجع أحط فيها 1250. إذا القارورة الأخيرة رح نحط فيها 1000 ملي لتر، وهيك بكون خلصت كمية الزيت اللي أصلا عندي اللي هي عبارة عن 6 لتر، بتكون خلصت كمية الزيت. إذا كم قارورة احتجنا لحتى نعبي كمية الزيت هاي في القارورات الزجاجية؟ احتجنا 1 2 3 4 5، إذا احتجنا لخمس قوارير لحتى نعبي هاي كمية الزيت. تمرين 8 من كتاب التمارين صفحة 28. حاجة الرجل اليومية من الماء 3 لتر، بينما حاجة المرأة 2200 ملي لتر، أيهما حاجة أكبر؟ وأبرر إجابتي. نفس الإشي بدي أقارن، معناته لازم أعمل التنتين نفس الوحدة. نحول اللتر لملي لتر من الكبرى إلى الصغرى، يعني بدي أضرب، بدي أضرب بكم؟ بألف. 3 لتر ضرب 1000 ويساوي 3000 ملي لتر. إذا تساوي 3000 ملي لتر، هاي حاجة الرجل اليومية. حاجة المرأة 2200، مين الأكبر؟ أكيد 3000 ملي لتر هي أكبر من 2200 ملي لتر، إذا حاجة الرجل للماء أكبر. تمرين 9 بحكي لنا خزان وقود سعته 12 لتر، هل يكفي لتشغيل آلة 3 ساعات إذا كانت تستهلك 2400 ملي لتر في كل ساعة؟ أول إشي بدي أعمله بدي أعرف كم تستخدم هاي الآلة في 3 ساعات. في الساعة الواحدة تستخدم 2400، معناته بدي أضرب بثلاث لحتى أعرف بثلاث ساعات كم بتستخدم. نضرب 2400 ضرب 3 وتساوي، اللي هي عندي صفرين باجي بضرب 3 بأربعة، عندي اللي هي 12، 2 واليد 1، 3 باثنين 6، 1 7، إذا 72، وبدي أحط جنبها صفرين. 7200 ملي لتر هي كمية الوقود المستخدمة من قبل الآلة في 3 ساعات.
الخزان اللي موجود سعة 12 لتر، عشان أقارن بينهم بين ملي لتر ولتر لازم أعملهم نفس الوحدة، فبحول الـ 12 لتر هاي لكم؟ بدي أحولها لملي لتر، من الكبير للصغير بدي أضرب، بدي أضرب بكم؟ بألف، 12 ضرب 1000 ويساوي 12000، هاي كمية الوقود المتوفرة بالملي لترات، إذا 12000 ملي لتر. الآن بقارن مع كمية الوقود اللي بتستخدمها الآلة في 3 ساعات، تستخدم 7200، مين الأكبر؟ أكيد الألف، الـ 12000 أكبر من 7200، إذا هل تكفي؟ نعم تكفي. هيك يا رابع بنكون خلصنا درس اليوم، علينا نحل تمارين من كتاب التمارين صفحة 28، تمرين 3، 4، 5، 10، 11. يعطيكم العافية.